ويلكم يوتيوب، ودعنا لكم بفيديو جديد، والفيديو هو فيديو النهاردة قراءة تعليقات، او نشوف بمعنى اصح هنشوف رأي متابعين شاد السرور على اغنية الاسطورة اللي لسه منزلها من ساعة بالظبط. يلا نشوف مع بعض. اولا هنا اللي سايب الفيديو شغال وبيقرأ التعليقات حط رايك بسرعة مش فاهم ما يفتح. اتفضل يا شباب، فيديو شرح تطبيق اختراق اي شبكة واي فاي بدون ابوت ولا في اي اهتمام خالص للفيديو كليب. الفيديو جاب 39,000 لايك يعني. ايوه في لايك ماشي طبعا يجيب ملايين لايك، لكن ايوه لكن في الناس مش كاتبه اي حاجه ليها علاقه بدي كليب. دي بدايه التعليقات اللي عمره اقل من 15 يضغط لايك. انا يوتيوبر من فلسطين يعني مفيش اي اهتمام. انت ايوه انت سويت على كلمه على السلامه. ده راجل طيب ده على الصوت السلام. الفيديو ده جاب في ساعة الفيديو ده 10,000 تعليق. خلينا نشوف كلمة الله تجيب كام لايك واشتراك. طبعا تجيب اشتراك انت ماشي. الناس في اللي بيحب سيدنا طبعا مليون لايك طبعا. اهو اخيرا في حاجة تبع الكليب. التصوير وكل شيء تمام، لكن كأغنية الكلمات واللحن مش قد المقام. توقعت افضل من كده. نفس الكلام اللي انا قلناه، نفس الكلام اللي احنا قلناه، قلنا الكلام ده بالظبط اول ما نزل الكليب. شو عمل لك محمد رمضان يا شادي؟ انت مش ابن بلدك، انا طالع من الجزائر. اهو انا بقول لك اهو عمل لك ايه يعني كده اتنين. اه صح. هو عمل له ايه؟ منتقدين. عمل له اي حوار انت عايز تقول في الفيديو اللي فات. روعه متابعتك يوتيوبر من فلسطين. دي اللي كتبت فوق يعني ايه؟ من حقه ده كافح وتاب عشان مش ابن ممثل فرحان منتشر بسرعة. هو من الشخصيات المحترمة، وهو ممكن تلاقيه منزل أغاني كتيرة بس عشان يحافظ على مركزه. هو بيتكلم على مين؟ بيتكلم على شادي السوق. هو طبعا شادي السوق هو كافح في المجال بتاعه وحاول، بس برضك مش يطلع يتريق. ده حاجة كبيرة فاهم، ما تطلعش تريق على واحد برضك مهما كان. وليه ما يطلعش يتكلم على واحد جاب 10,000 مشترك؟ عشان هو عايز متابعين، فعشان كده لازم يتكلم على واحد مشهور. مش محتاج نكمل التعليق. بسم الله. انت اللي كنت تتكلم عن الحقد والتريقة على الناس، ده انت كنت هتنتحر بسبب كده. بسبب كده انت عايز تكون انت الضحية. ليه على طول؟ لو متقدرش على نفسك متقدرش على غيرك، خليك في نفسك. لا التعليق ده صح. احييك يا اسمه ايه؟ يا سيف نصير. يعني احييك والله بجد على كلامك والله عايش. هو صح، المفروض كان بيقول لك انت كنت بتتكلم على الحقد. صح، هو شايف كان هينتحر بسبب ان الناس بتشتمه او بتهاجم بتتنمر عليه. دلوقتي هو اللي رايح يهاجم الناس. على فكره انت كنت ممكن عشان تعمل اغنيه عن التنمر اللي هو ايه اللي الناس تتعلم منها حاجه كويسه ايجابيه وتطبقها في المجتمع زي ما انت بتقول بقى، اللي هو كان يعمل حاجه مفيده بدل اللي هو بيعمله ده. صح ولا ايه؟ قول حاجه عليك. الصراحه انا ضد خروج محمد رمضان، بس هو اترك الصراحه بسبب عظيم. هيمسحه ازاي؟ محمد رمضان مش عارف يمسحه له. اكيد طبعا، لان هو مش سارق منه حاجه او واخد منه لحم. ممكن بس يكتب بلاغ، يرفع قضيه بس بلاغ بسيطه امريكا. خسر الجمهور. ايه انت شفت اللي راحوا له الحفله؟ العالم كله راح، العالم كله بيحب محمد رمضان وبيحب اغانيه. روح اي فرح اي مكان اتحداك لو لقيت لو ما لقيتش اغنيه محمد رمضان شغاله. طبعا يعني محمد رمضان صح، بس هو شاد السرور زي ما قلت لكم عايز يتشير على قفاه. يعني عايز يعدي 5 مليون، يعني عايز يتشير اكتر في مصر فاهم. هو حاسس ان في يوتيوبر كتير طلعوا في مصر فاهم انت ازاي؟ هو عايز يتشير في مصر زياده. عايز اطلع بقى ايه؟ عايز ال 10 مليون مشترك. طب انت لو عملت حاجه نظيفه، انت لو عملت خلي بالك هو فيديو هتعدي ال 10 مليون. خلي بالك الطمع يقل ما الدمع، دي كلمه كده حكمه. يا شاهد انت بتزعل لما حد بيشوف فيك حاجه وحشه ويقولها، يبقى تنتقد غيرك ليه؟ سيب كل واحد في حاله. مغرور ولا مش مغرور، في ناس بتحبه وليه جمهور. عامل الناس كما تحب ان يعملوك يا شاهد. اللي معاه لايك. انا مع غني محمد والله. صح كلام كلامه صح جدا. لان هو مش عارف شو اسمه بيعمل يعني مش عارف. مفيش حد يعني ازاي انت تفكر انك تعمل كده اي حاجه وخلاص. لو واحد ما عملكش حاجه ولا يعرفك اصلا وانت تعرفه ممكن ولا ممكن يكون يعرفه بس لا. هو بيتكلم من دماغه فاهم. ماتش الاهلي والزمالك دلوقتي شغال والله عايز اتفرج عليه، لكن بس بسرعه بس عايزين نخلص الحلقه بسرعه عشان نخلص عشان ماتش الزمالك. شوفوا اللي هيكسب.
توقعوا مين اللي هيكسب وقولوا تحت في الكومنتات بقى اللي هيكسب. انا متوقعاتكم كده. الشوط التاني شغال عايز اتفرج عليه. سيبكم من شد السوق والحوارات دي. سيبنا نهزر شويه. اقرا شويه. انت كنت حاجه جامده انا بكره. ماشي حسام بيقول مش انت كنت من فتره بتعيط من التنمر؟ صح والله يعني انت كنت من فتره يعني شوف يعتبر كل التعليقات جايه كده ان انت كنت حزين وحزين قوي وسبت الاسلام بسبب العنصريه وبحكم وقعدت تعمل الكلام فاضي تعبانه زيه يعني مش عارف والله حاجات مش مفهومه وفي الاخر يطلع عيشت الناس او ممكن يكون مش تمثيل. يلا نشوف اللي بعديه. ميمو بيقول يعني مثلا لما محمد رمضان يعرف الكلاب ده وراي الناس فيه ايه هيعمل ايه؟ هيرد مثلا واحنا نتفرج ونتابع اكتر وشغلانه من الاخر الناس دي بتلعب بينا اصلا. صح عندك حق والله الناس دي بتلعب بينا يعني في ايه لو عملت اغنيه تدي الانسان طاقه ايجابيه زي يعني جاهز مش مش تمجد بقى في نقطه تقول انا جامد او كده لا أو يعني حاجه عن حلمك حاجه عن الحلم ازاي توصل وتكافح وتشتغل والحياه حاجات زي كده تكون عامل اتعلمت انت زي اتعلمت دي صح عجبتني جدا مش الصوره عشان فاهم اكمل على حوار زي كده يعني مش عارف يلا نكمل. نكمل. محمد رمضان بيدور عليك ولو شافك هي بلاش. يوسف محمد على فكرة انت لو نزلت مصر محمد رمضان يعمل فيك بلاغ اقسم بالله تتحبس. ده انت قلت اسمه في الاغنية يعني مفيش بعد كده. هو صراحة ممكن تتحول لقضايا ويعني وممكن على فكرة وممكن يكون كده يعتبر دعم من شد السيول لمحمد رمضان. شويه متابعين شاذ السوق او مش شويه ممكن كتير قوي من متابعين شاذ السوق يخشوا يشتكوا محمد رمضان ويتابعوه اكتر زياده ما هو متابعينه فاهمين. ممكن مثلا الناس اجانب بتتابع شاذ السوق تخش تتابع محمد رمضان فهو الحوار كده بيدعموا بعض واحنا اللي عادي احنا بنتفرج وبيتلعب بينا صح. محمد رمضان انسان ناجح سواء اتفقنا او اختلفنا ويا رب يوفق الجميع. طبعا يعني هو اي يعني اكيد طبعا انسان ناجح عشان هو كافح وعمل مساكتي قوي وقعد يحاول وفي حاجات انا برضك في حاجات حلوه وفي حاجات وحشه يعني اكيد في الحلو وفي الوحش. تمام نكمل. بعيدا عن التنمر والشغل ده التراك ذات نفسه مش حلو على فكره. انا مش من فانز محمد رمضان صح انا اتفق يعني. جدا مع زياد لان التراك مش حلو خالص صح يعني مش زي تراك اتعلمت او مش زي تراك اللي هو اول واحد حتى ده تراك ملوش معنى اساسا تراك ملوش معنى حتى ملوش لو فكرة كده لسه تراك حتى يعني تراك ضايع يعني ملوش مش حلو تراك ضايع اللي هو خلص عشان عايز اعمل عمر الخواجه اكيد محمد رمضان ما ينتقدش ما ينتقدش يعني ايه وانت كلام محدش يقارن نفسه وانت حر ومحمد رمضان ممثل عالمي. طبعا مش هنختلف معاك عمر الكلام ده صح جدا ولازم كل واحد حتى لو اي حد بيعمل فيديوهات اي حد بيشتغل في الحياه الواقعيه كل واحد يخليه في كل واحد يخليه في حاله يشوف حاله يعني مثلا دلوقتي طور من نفسه. انا اعمل لك مقارنه دلوقتي مثلا واحد بيشتغل وهو يعني مش معاه فلوس على قده فاهم وواحد تاني معاه غني ومعاه لامبورجيني فيقعد بقى ده يتكلم على ده عشان يبقى مع نفسه يعني يبقى زيه. لا يا عم مش كده. امال ايه طب اقول لك يعني مثلا هو قول لهم انا اقول لكم انت هو خش دلوقتي مثلا واحد شغال تمام شغلانه على القد يعني بسيطه وواحد تاني شغال يعني ايه شغال وربنا كرمه معاه عربيات كتير وكل حاجه. لو انت قعدت انت اللي حياتك بسيطه ومتواضعه بصيت للحياه الغنيه جامد جدا فيما فوق هتحس ان مش هتعرف تعيش بمعنى اصح ان انت هتفضل كل شويه تفكر نفسي اعمل نفسي اجيب كذا ليه. طب انت قاعد ليه قوم كافح واشتغل واشتغل واعمل كل حاجه. يلا نكمل. موكا بيقول نزلت من نظري جدا هو ما نزلت من نظري فشخ هو ما عملكش اي حاجه بس السبب الوحيد اللي يخليك تعمل كده هو الحقد والكره والغل ومحمد رمضان عمره ما هيفكر ويجيب في سيرتك كده طبعا ومش هيكتئب وينتحر ويكفر ويزعل اول ما يسمع الهطل ده انت صح. خلاص راحت منك وراحت عليك صح والله صح الكلام بيقول ده معاذ. احمد ميدو بيقول يا ابني حوار الوشم ما عملش معاك حاجه غيرته وقلبت على النسوان ما ينفعش قلبت على الارهاب ما ينفعش قوي قلبت على محمد رمضان من الاخر محمد رمضان رقم واحد على طول وخف وهم بغان وبصراحه بص تاخد الموبايل كده يعتبر احنا قرينا يعني حبه التعليقات يعني تعليقات حلوه دي يعتبر اهم التعليقات اللي جت على الفيديو من ساعه ومش هنقدر نقرا التعليقات كلها. هقول لكم ليه لان في حوالي 10,000 تعليق او اكتر من 10,000 تعليق احنا فاضيين عشان نقرا 10,000 تعليق كان الفيديو هيطول جدا ما
بس عامه احنا جدا لخصنا لكم كل تعليقات الناس اللي كتبت في الكومنتات رخيصة. واتكلمنا معاكم وقلنا لكم برده كل حاجه واتكلمنا في الفيديو اللي فات هتلاقوه اسفل الفيديو. بس كده يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما ننساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب واشتراك للقناه عشان اللي جاي ان شاء الله تبقى حاجه حلوه جدا. ننساش تشوف الفلوجات بتاعتنا ما تحكمش في فيديو واحد. فبس كده كان معكم ايه بي فيديو. سلام.